ما شاء الله عليك، عندك بدل المرة حرمتين، ما تعرف التعامل معاهم للحين يا أبو جاسم. المرة تبي دلع، وصدقني ثلاث أرباع الكلام اللي تقوله لما تزعل مو من قلبها. هي بزعلها خلتنا أرد على أم بناتي، وبعدين ما لها حق تزعل. ما لها حق تزعل، عادل كلامك، بس الحريم كذي يقول لك الشريسة تحر ولو في القبر. شيء طبيعي تزعل وتتضايق، بس الشطارة تبقى عليك أنت، أنت اللي تعرف شلون تراضيها. الحين أنا الريال ولا هي؟ لا الحين مو فاهمني يا أبو جاسم. فهمني فهمني يا قيس يا العاشق الولهان، فهمني. تطنز؟ أدري عنك، على تياي تفهمني. الحين أنت كلش عاد مقطع الحريم وعارف لهم راس مالك حرمة واحدة عيوز في قيرة مساكينة، إذا كحد في بيتكم سمعت أنا في بيت، جاي تفهمني أنا. الله يهديك، بس أنا حرمة مو قادر عليها، حالتي على الله حرب. أنت تعرف شنو حرب؟ حرب، معركة في البيت، معركة. وتلومني إذا جيت هني القهوة مقلدم؟ يبا روح راضها وقول لها كلمتين حلوين. ترى الحريم ينقص عليهم بالكلام الحلو، صدقني صدقني لما تقول لها إن ما في أحد بقلبي غيرك راح تنسى ردتك لأم جاسم، وقول ما قال أبو فاضل. عاد روح قول لها كلمتين حلوين وراضة. شوف كذي يعني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.